السلام عليكم، كيف دايرين؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، اموركم طيبه. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو، فيديو جديد غنديكم معايا لمدينه الالعاب الجديده. لهذا الفضاء هذا جديد في مدينه اكادير، جمعوا فيه كاع الملاهي ديال اكادير. تبارك الله لقيناها عامره ما شاء الله. وقبل ما نكملوا الفيديو ما تنسونيش بلايكاتكم، تعليقكم زوينه، بارطاج الفيديو، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك. مرحبا بالف مرحبا بكم كاملين. بالنسبه للطريق راه باينه صراحه، كتمشيو مع طريق مراكش بحال غاديين الكارفور. فاش كتوصلوا للرومبوا اللي كتطلع الكيتيا وماكدو، راه تما غيبان لكم، يبان لكم البارك زعما باين واضح ما عندكم فين تجلاو. وغير كتوصلوا دوك رومبوا اوتوماتيكمون كتبان لكم، كيبان لكم هذوك الالعاب. صراحه فضاء اللي زوين، كبير بزاف، فيه جميع الالعاب، كاع دوك الالعاب اللي كانوا مشتتين، كل العاب كانوا في جهه دابا جمعوهم في بلاصه واحده. وصراحه فكره زوينه وقريب، ما جاش هكا شي بلاصه اللي بعيده بحال اكستريم بارك اللي كان شحال هذه، كان حدا التيران شويه طالع، هذا قريب. بالنسبه للالعاب راه مقسمينهم بزاف ديال لي زاسباس في هذا الاسباس الكبير. كيف ما كتشوفوا هنايا راه كاين هذا كلينيك اكديتال، راه قريب لي، راه انفاس معاه. كيف ما قلت لكم البنات، هذا الاسباس هذا مقسم لبزاف ديال البلايص. هذه البلاصه هذه الاولى اللي غادي نشارك معكم هي اللي داروا فيها كاع دوك الالعاب اللي كانوا في اكستريم بارك اللي تسد دابا حاليا ما بقاش خدام. تما شويه كاينين اثمنه شويه طالعه، ابتداء من 10 دراهم حتى ل 40 درهم، فهمتوا البنات. وبالنسبه لسباس كاين واحد لسباس اخر غادي نوريه لكم، فيه الالعاب زعما مناسبه ب 10 دراهم. مهم على اي، راه الاثمنه شويه طالعه مقارنه بهذاك اللي كان في الداخله، حيت شي العاب كنا حنا لعبنا فيهم في الداخله غير ب 10 دراهم، هنايا دايرين لهم 40 درهم. وبالنسبه للكارتينغ حتى هويا راه دايرين، غادي نوريه لكم حتى في الاخر ديال الفيديو، دايرين جوج ديال لي سيسيون. السيسيون الاولى اللي فيها 5 دقائق دايره ب 40 درهم، 45 درهم اعتذر. ولا سيسيون الثانيه فيها 10 دقائق ب 80 درهم، هادو هما لي طاغيف. وخلاص راه كاين بحال هكا صحاب اللي كيديروا الكليا لي كلاص. مهم صراحه لقينا الدنيا عامره 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 بزاف. شوفوا هنايا هاد الجهه هادي البنات، هي في قلت لكم فيها كاع دوك الالعاب اللي كنتو اللي فايت ليه مشى الاكستريم بارك، راه غادي يلقى دوك الالعاب اللي كانوا تما هما اللي كاينين هنايا. وبالنسبه للباركينغ راه كاين زعما فين الناس اللي كيجيبوا الطوموبيلات ديالهم، كاين فين يحطوا طوموبيلاتهم. وبالنسبه للناس اللي كيجيو في لي طاكسي راه كيجيب الطاكسي حتى لهنايا. البنات شكون فيكم اللي فايت مجرب هاد هورور؟ او الصراحه ما قديتش ندخل ليها ما عنديش الشجاعه. المهم اللي فايت مجرباها تخلي لنا في التعاليق كيفاش جات هاد التجربه، واش كتخلع. شوفوا هنا كيفاش كيخرجوا الناس من المور، ما كيساليو كيخرجوهم بالعصا. بالنسبه لهاد اللعبه هادي ديال هاد الترومبولين هادي ديال القفز، درناها الاسماعيل هنايا في هاد البارك هذا اللي كيف ما قلت لكم، اللي جاي على فاش كتدخلوا جاي على يدكم اليمنى. هذا هذيك اللعبه هنايا خلصنا ليها 20 درهم. في الجهه الاخرى فحالها ب 10 دراهم. دونك هنايا راه كاينين العاب الاثمنه، راه واخا نفس الالعاب راه الاثمنه مختلفه. المهم نتوما سولوا دورو يا الاولى، عاد جيو عاد لعبوا وليداتكم في اللعبه اللي بغاو. وهنا كيف ما شفتوا ديك الجهه اللي لهيها تسمى في كان الكارتينغ، والجهه اللي اونفاس معاها كاين فضاء اخر. كيف ما شفتوا هذا راه فيه حتى هو بزاف ديال البليسات هكا فيه الالعاب. تبارك الله كيف ما قلت لكم، راه ما شاء الله لقينا الدنيا عامره عامره عامره.
كيف مشتو هذا فضاء الالعاب والترفيه للاطفال، كيف مشتو هذا فيه الالعاب بزاف ديال الدراري الصغار اكثر من الكبار، فهمتوا البنات؟ هنايا كاع الالعاب ديال الوليدات الصغار، كاين هذوك الطوموبيلات، كاين كاينين هذيك اللي قلت لكم هي هذه ديك الترامبولين اللي كينقزوا فيها، اللي قلت لكم راه الثمن ديالها هنا ناقص على الهيها. مهم حتى هنا راه كاين مجموعه من الالعاب. وعاد كاينه هاد البلاصه هادي كيف ما شفتوا فيها هاد لي جو كونفلابل، فيها هذوك المهم فيها بتاهي بزاف ديال الالعاب. هانتوما راه تبارك الله راه كتمشاو مسافه، اوكي عرفتي ما شاء الله فيما مشيتي كتلقاي الناس. هنايا عاوتاني كاين العاب، كاين هذيك اللي كدور، كاينه كاين هادو ديال وليدات كاع الصغيورين، وكاينين هادوك لي جو غونفلابل حتى هما هادوك 10 دراهم. انا صراحه ما لعبتهمش كاع الالعاب، لعبناهم في الالعاب اللي قدروا عليهم، ما بغيتش ندير لهم هكا شي حاجه اللي غدوخهم في راسهم بزاف، وكل مره كيكتشفوا لعبه. حيت البنات باش تدي وليداتك هكا كاملين وتخلص عليهم كاملين هاد الالعاب راه خاصك واحد الميزانيه، لما كل مره يكتشفوا هكا لعبه اولا جوج الله يجعل البركه، وكيبقى كل واحد على حسب امكانيات. وهنا كيف ما كتشوفوا راه طاح الظلام وباقى الدنيا عامره، ومشينا وخلينا تبارك الله الناس اللي يلاه كيجيو. صراحه كاينه واحد لومبيونس زوينه، خصوصا ان الجو كان زوين. هنا جينا بنتي بغات دير الكارتينغ اول مره غادي ديرو. بالنسبه لي تاغيف كيف ما قلت لكم راه لا سيسيون الاولى الثمن ديالها 45 درهم، اللي فيها 5 دقائق 10 دقائق الثمن ديالها 80 درهم. كيف ما شفتوا دايرين هنايا هاد الروايد بحال هكا، وهنا وكاينين هادوك الماطر هكا اللي كيمشيو بواحد لا فيتاس. صورت لكم هكا من برا، غادي تدخل دابا غادي تجربوا لاول مره. صراحه كانت تجربه زوينه عجبتها بزاف. فرح عليه فرح لا ما ترميش الحجر على الناس. لا
حبيباتي وصلت معكم لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، استفدتوا منه وخديتوا منه افكار، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم بحول الله. ما تنسونيش بلايكاتكم وتعاليقكم الزوينه وبارطاج الفيديو باش تعم الفائده، والسلام عليكم.